عقب مباراة سلوفينيا في دور 16 من يورو 2024، قال رونالدو صراحة إن بطولة يورو 2024 ستكون الأخيرة له مع البرتغال. لكن بعد الخروج من فرنسا في دور ربع النهائي لم يحسم روبرتو مارتينيز مدرب الفريق مصير القائد، وقال في رده على أحد الصحفيين إنه لا يزال من المبكر الحديث عن الأمر في الوقت الحالي. يورو 2024 لم تكن أفضل بطولة لرونالدو، وهي أول بطولة كبرى في مسيرته الدولية لا يسجل فيها هدفا واحدا. وفي خبر آخر لطيف مشاهدينا، جمهور ويمبلدون يتحول إلى كرة القدم أثناء مباراة ديوكوفيتش مع ورود أنباء فوز إنجلترا على سويسرا، طبعا التأهل لنصف نهائي يورو 2024، لكن الهتافات تسببت في توقف المباراة لفترة قصيرة، فلنتابع. وفي فقرتنا الرياضية اليوم ينضم إلينا هنا في استديو صباح العربية الصحفي الرياضي منير رحومة. أهلا وسهلا فيك منير. مرحبا نور. مرحبا. أهلا وسهلا. بخير الحمد لله. شو راح يصير بي رونالدو؟ والله طبعا مسكين رونالدو، لأنه سيعتزل؟ إيه طبعا، على المستوى الأوروبي هذه آخر مباراة بالنسبة لكريستيانو رونالدو. طبعا نعرف أنه العمر خلاص تقريبا على أبواب الأربعين، يعني تقدم في العمر. يمكن أن نشاهد كريستيانو رونالدو في كأس العالم بأمريكا 2026 طبعا، يمكن على أساس أنه يعني خلال سنتين فقط، يعني بالضبط، يعني على أساس أنه طبعا لاعب لا يزال يعني يحافظ على لياقته البدنية، ولا يزال لاعب يعني يتبع بكأس يعني العالم. ما بيكون في عمر معين مسموح فيه انت ولياقتك البدنيه انت ولكن الامور ولكن يختار تختلف مع اليوروز، لازم يكون في عمر معين ولا نفس الشروط؟ نفس الشروط طبعا في كره القدم، بس هي كون الامور مفتوحه، لو حتى عمرك 50 60. بس هو كون انه كاس العالم راح يجي بعد سنتين، ولكن كاس الامم الاوروبيه بعد لسه اربع سنوات. طبعا من الصعب والصعب جدا ان يكون كريستيانو موجود كاس العالم. ماذا قلت كاس العالم 2026؟ لانه كريستيانو رونالدو علامه تسويقيه كبيره بالنسبه لي أمريكا، بالنسبة لكأس العالم، الفيفا، الولايات المتحدة الأمريكية، هو تحول لبراند مع ميسي طبعا، فأمر مهم جدا. لكن في النهاية كريستيانو رونالدو في هذه البطولة، بطولة أمم أوروبا، ودعناه من ملاعب الأوروبية، لأنه وداع حزين خلينا نقول، وكان بالدموع بالنسبة لكريستيانو رونالدو، لأنه هذه رابع بطولة على مستوى العالمي، بطولة أمم أوروبا مرتين وكأس العالم مرتين، لم يقدم أي شيء، مرحلة سلبية. دائما نقارن كريستيانو رونالدو بميسي الأرجنتيني غريمه التقليدي، ميسي الذي يشارك الآن في كوبا أمريكا ويحقق نتائج إيجابية، فهذا ما يجعل المعادلة صعبة. هلا احنا خلينا نكون صريحين، يعني خلينا ننهي الحكي عن النجم الكبير رونالدو، ولكن يعني هو قدر انه يوصل اماكن ويمد مسيرته المهنيه في كره القدم اكثر من ربما اي احد مر على هاي اللعبه يعني في التاريخ. احنا على كل حال بدنا نروح لموضوع اخر. نرحب بريان طبعا، زميلتنا ريان ايضا. مرحبا. مرحبا ريان. استاذ منير. ايوه طبعا ريان هي مشجعة المنتخب الفرنسي، ومن حظها المنتخب الفرنسي موجود في الدور نصف النهائي. بس اللافت مش انها بتشجع المنتخب الفرنسي، انها مهتمه بالرياضه وناوي على عكس انا وياكي. انا والله ما يعني لنكون صادقين معك، نحن كان عندنا توتر من فقره الرياضه، معلوماتنا الرياضيه كانت بحاجه لانعاش شوي. ريان لا بس ريان مهتمه حتى على المستوى الحرفي، يعني مزبوط بتلعبي سابقا يعني ما الان للامانه، لكن مهتمه بالمتابعه وكذا يا راوية. طيب قبل ما نتحدث من الموضوع، احنا طبعا سالنا وهذا هو السؤال، النساء لا تهتم بمتابعه الرياضه، ما رايك في هذه المقوله؟ احنا سالنا الناس في لبنان، خلينا نشوف شو اجابوا.
مقولة بتقول إنه النساء لا تهتم بمتابعة الرياضة، شو رأيك؟ أكيد غلط، الرياضة هي كل شيء للصغار وللكبار وللنساء. It's the mentality of people كيف بيفكروا، ولازم نحن نشجع الرياضة. النساء هن اللي بيهتموا بالرياضة، الرجال هن اللي رايخينا. بتعرفي صار السوشيال ميديا عم تلعب دور، يعني كله عم بيكون ينزل بيكون الفورم منحوت، فبتحسي انه عم يعطوا كثير افورت هلا تيصيروا يعني بادي بيلدينج وهالاشياء. يعني في منهم هيك في منهم هيك حسب كل مره، يعني في عندك مره بتحب الرياضه، في عندك مره ما لها خلق تعمل شيء. لو بتحب جوزها تتابع الرياضه. النساء بتهتم بالايروبكس بالزومبا بالجيم شوية. المرة عندها انشغالات تانية، يعني البيت، الولاد، الأمور الخاصة، يعني بكتير إشياء. طيب نعود إذن. طب ريان أنت شو رأيك، هل انتهت مسيرته؟ رونالدو ما لم يعلن اعتزاله، أنا ما بعتبر أنه مسيرته انتهت، لكن هنالك لاعبين يعني قد نراهم للمرة الأخيرة، ويمكن أستاذ منير حيورينا توني كروز وغيره من اللاعبين كمان، توماس مولر وغيرهم يعني. طبعا مودريتش ايضا، هذا النجم الكرواتي لاعب ريال مدريد، في هذه البطوله ودعناه على المستوى الاوروبي تقدم العمر. ايضا مولر في منتخب المانيا، توني كروز، حتى الحارس نوير اعتقد انها اخر بطوله كبير 38 اعتقد. نعم. ايضا منتخب فرنسا عندنا اللاعب راس الحربه المهاجم جيرو. فتقريبا سيفتح هذا المجال قدام هلا مواهب جديده تطلع. أكيد اسماء أكيد جديده طبعا طبعا هتدخل. لكن جيرو موجود الان، دائما بانتظار مواهب جديده. طيب. منتخب فرنسا عندنا مثلا كيليان. هو اهم شيء انه نشجع النساء يهتموا بالرياضه اكثر، على فكره مش بس ممارستها ومتابعتها، ايضا حتى على المستوى الحرفي. صحيح. هذا اهم شيء. على كل حال نشكرك جزيل الشكر طبعا الاعلامي وصحفي الرياضي منير رحمه كان معنا في الاستوديو. نعود مشاهدينا إلى موضوعنا السابق في هذه الحلقة، موضوع الاهتمام بالمشاهير. طبعا في لبنان نصيف زيتون ودانييلا رحمة كانوا أيضا على كل لسان. إحنا سألنا الناس لماذا يهتم الناس بأخبارهم وأخبار باقي المشاهير، دعونا نتابع ماذا قالوا. ننبسط لأنه بالنهاية هذا شخص صار فترة مشهور، هو مطرب بيغني وكل الناس بتحضره وبتسمع له، يتابعون المشاهير حتى يشوف تسلسل تدرج التطور بحياته. هيدا من الفراغ اللي عندهم، لأنه هن ما قادرين يحققوا الشيء اللي هن بدهم يوصلوا له، بيجربوا يشوفوا الحياة الثانية in virtual life عند المشاهير. في ناس بتحلم تصير توصل مثلهم، حلو تمام، في ناس بتحبهم بس انتبه اللي بيحب يغار. العالم كلها بتحب تنضم للمشاهير وتصير مثلهم، يعني حشرية بطبيعة الناس، هن حشريين بحبوا يعرفوا الأشياء الخاصة بطبيعتها.